مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بين السطور مع نورة أبو عوف. الأسبوع الحالي شهدت أسعار الذهب ارتفاع يعني غير مسبوق. لو شفنا هنلاقي عيار 24 سجل 3851 جنيه، عيار 21 وصل ل 3370 جنيه، عيار 18 3231 جنيه، عيار 14 سجل 2247 جنيه، والجنيه الذهب وصل سعره ل 30160 جنيه. وعشان نعرف هل لسه الذهب زي ما بنقول هو الملاذ الآمن، هو زينة وخزينة، هو اللي ممكن فعلا يكون استثمار آمن ولا لا، هيكون معانا مداخلة من أستاذ سعيد إمبابي، مؤسس منصة آي صاغة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. شفنا الفترة اللي فاتت أسعار يعني محدش كان متخيل أنها توصل لكده، برغم التوقعات قبل كده اللي احنا قلناها أنه ممكن يكسر يعني الأربع تلاف، حاجز الأربع تلاف. فهل فعلا ممكن الذهب برضو، لأن في أقاويل دلوقتي أنه ممكن يكسر حاجز الخمس تلاف، هل ده ممكن نلاقيه الفترة الجاية؟ طيب خلينا مبدئيا بس ما نسبقش الاحداث وما ننطش خطوتين او ثلاثه، لان لو احنا هنتوقع الذهب هيوصل كام فخلينا اقول لك بكل بساطه احنا ممكن جدا نوصل 10000 جنيه. تمام. بس الرقم ده هنوصله امتى وبناء على ايه؟ ده كلام ما ينفعش يتقال عبثا يعني. طيب. احنا حددنا رقم 4000 جنيه مبدئيا على نهايه العام او اوائل العام القادم، بناء على ان احنا شايفين توترات جيوسياسيه بتحصل كل يوم، بالاضافه الى تقليل للفايده، واحنا قدامنا اجتماع الفيدرالي الامريكي كمان خلال الاسبوع الجاي، وكمان بالاضافه الى ذلك الانتخابات الامريكيه. كل الاحداث دي وكل المؤثرات دي دايما بتخلي المستثمر في حاله ترقب وفي حاله خوف، فبيلجا للذهب. برافو عليك. فبالتالي بيلجا لانه يحفظ فلوسه في الاستثمار الامن اللي هو الذهب، فبالتالي بيعلي الطلب. ارتفاع الطلب خلانا نشوف مستويات الاوقيه عند 2700 و2800 دولار، وده ما حصلش في تاريخ الذهب كله. ومع هذا كل اسبوع الذهب بيغلق اسعاره على قمم مرتفعه، فده بيخلينا بيأهلنا لان الاسبوع اللي بعده تكون قمه اعلى وهكذا. يعني الارتفاعات دي يا استاذ سعيد ممكن نشوفها لحد فين ولحد امتى؟ وهل متوقع ممكن زي ما قلنا الشهر ده يبقى فيه نزول شويه ولا لا، هي هتفضل ترفع لحد اول السنه لحد ما يكسر حاجز ال 4000 تقريبا؟ بالظبط. خليني اقول لحضرتك ان احنا كل اسبوع بنشوف قمه تاريخيه جديده، وبناء على الذهب لا يتوقف عن الارتفاع، فده اللي بيخلينا بنقول ان الاسبوع اللي جاي هنشوف ارتفاع جديد وهكذا. تمام. يعني المتوقع الارتفاعات الاسبوع الاسابيع القادمه ان شاء الله. الذهب ما اغلقش تحت ال 2700 دولار حتى اللحظه، كل مره يغلق ده عالميا 2700 دولار. 2700 ده عالميا. ده انا بتكلم عالميا لان الارتفاعات دي سببها عالمي مش محلي خالص. يعني اصل احنا من فتره يا استاذ سعيد كنا ممكن نلاقي ان الذهب هنا اغلى من السعر العالمي. يعني الذهب بيبقى موجود والدنيا تمام واسعاره زي ما هي، واحنا بارتفاع ارتفاع ارتفاع ليه؟ لزيادة الإقبال. لكن دلوقتي الأسعار اللي موجودة في مصر حاليا هي أسعار عادلة بالنسبة للعالمية؟ خليني أقولك مفاجأة كمان، إحنا مش بس أسعار عادلة، ده إحنا كمان سعرنا بناء على سعر الدولار الرسمي في البنك، إحنا سعر الذهب عندنا أقل من السعر العالمي ب 30 جنيه و25 جنيه كمان؟ كمان. طب ده راجع لإيه بقى يا ترى؟ هل الإقبال على الشراء قل شوية؟ هو اوريدي الاقبال على الشراء قل، ده اكيد. احنا النهارده ما بنشوفش الاقبال اللي كان حاصل في فترات قبل كده، ولكن الاقبال ده مش قل عن الطبيعي، احنا رجعنا للاقبال الطبيعي، ولكن الارتفاعات اللي كانت بسبب الاقبال المفرط دي لا، دي خلاص ما بقناش نشوفها دلوقتي. ما بقاش في النهم على الشراء زي الاول بحيث ان انا ابقى محافظ على فلوسي. ما بقاش عندي طلب اكتر من المعروض، لا خلاص الموضوع حصل فيه توازن. طب حضرتك تنصح الناس في الفترة دي بإيه؟ هل اللي عايز يبيع يبيع واللي عايز يشتري يشتري، ولا اللي عايز يبيع مثلا لا يستنى شوية؟ وفي ناس كمان بتروح تبيع مثلا السبايك أو الجنيهات الذهب، في ناس بتاخدها أقل من السعر الحالي، فبرضو الناس دي ممكن تعمل إيه؟ طيب أنا دلوقتي قلت لحضرتك بين السطور إن إحنا السعر في مصر أقل من السعر العالمي في الجرام 20 جنيه و30 جنيه. فاذا انا النهارده لو ببيع، انا ببيع ليه وانا شايف السوق المحلي منخفض عن السوق العالمي؟ اذا دي ده قاع، ما ينفعش ابيع في قاع. تمام، دي نقطه.
النقطة الثانية، هو أنا النهاردة ببيع ليه؟ أنا ببيع عشان محتاج السيولة دي في حاجة ضرورية؟ أه أوكي، أنت غصب عنك مضطر تبيع، إنما لو أنا ما عنديش اضطرار ليه ما حافظش على الذهب بتاعي وأنا عارف إني على آخر السنة أو على أول السنة الجاية هوصل لأرقام أعلى من دي؟ يبقى أنا إيه اللي يجبرني إن أنا أبيع؟ تمام، يعني اللي معاه دلوقتي لو مش مضطر يحافظ عليه، ولو الناس طبعًا عايزة تشتري أكيد في ارتفاعات على أول السنة، بس هل هيتخطى ال 4000 ولا ممكن لا نشوفه لحد ال 4000 بس؟ اه مش عايز اسبق والله الاحداث، خلينا نحط يعني توقعات كده. الستيب بتاعت ال 4000 دي ونقف عندها، ولما نوصل لها نبدا نعيد تقييم الاحداث مره ثانيه. ممكن نوصل لها في خلال قد إيه مثلا؟ من نهايه السنه واول السنه بالكثير، وانا اشترطت على ده عشان بس التصريح يكون واضح، انا اشترطت ده ان تفضل التوترات الجيوسياسيه كما هي، يبدا الفيدرالي يكمل تخفيض للفايده، دول اهم عاملين. العامل الثالث هو ده اللي ان شاء الله ان شاء الله ما يحصلش، هو ارتفاع سعر صرف الدولار، واحنا ان شاء الله نتمنى ان ده ما يحصلش. تمام، بشكر حضرتك كده يا استاذ سعيد، بشكرك على المداخله دي. ومن الذهب نروح برضو للمعادن الحديد اللي دايما عامل لنا بلبله، ما احناش عارفين هو رايح لفين ولا جاي منين. النهارده اتفاجئنا ان الاسعار انخفضت، ويا رب دايما كده، وعايزين نشوف من انخفاض لانخفاض عشان الناس تقدر والمطورين يقدروا وما يبقاش عندهم زي ما بيقولوا كده حج. نشوف أسعار الحديد معانا النهاردة اللي وصل فيها حديد المصريين سعر الطن 39 ألف جنيه، حديد السويس الصلب 38 ألف جنيه، طن حديد عشري 38 ألف جنيه، طن حديد الجيوشي وصل ل 36 ألف، وبيانكو 39 ألف، و 36 ألف ده انخفاض، وما بيتراوح ما بين ال 39 وال 36. يا ترى ايه اسباب الانخفاض ده؟ يا ترى الحديد وتاثيراته المتوقعه خلال الفتره اللي جايه؟ هيكون معانا المهندس محمد حنفي مدير غرفه الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. يمكن شفنا الفتره اللي فاتت ارتفاعات ارتفاعات، وبقالنا كتير ما شفناش انخفاض زي اللي حاصل ده، ونتمنى طبعا اكتر. يا ترى ايه السبب، هو وهل الانخفاض بقى له متوقع دلوقتي الاستمرار ثلاث في شهور الانخفاض؟ تقريبا. اتفضل. الانخفاض بقى له ثلاث شهور بينخفض. بس يعني ما وصلناش برضو، كان بيلعب في الواحد واربعين، واحد واربعين ونص، انما ان احنا نكسر حاجز الاربعين يعني يمكن اول اسبوع ده. حاليا دلوقتي اعلى رقم 38 وشوية، وينزل لغاية 35 وشوية. ده حسب سعر السوق ولا المصنع سعر عندنا. مصنع؟ تمام، سعر سوق ده يا فندم ولا ده سعر مصنع؟ لا سعر مصنع، كل الارقام دي سعر المصنع. كل الارقام دي سعر المصنع يعني. ايوه. طيب الفترة اللي جاية يا ترى هيستمر في الانخفاض، وايه سبب اصلا الانخفاض ده؟ هل الاقبال قل؟ لا يا فندم بالعكس، ده لما الاقبال بيزيد بيبقى تكلفة على المصنع بتقل، وبالتالي بيقدر يتجاوب مع السوق ويبيع اكتر فيخفض اسعاره. الحاجه الثانيه ان اسعار الخامات بتاعه الحديد فعليا في العالم ابتدت تشهد انخفاض شويه بسيطه، يعني تقريبا 10 دولار في الطن الخرده، ده انخفاض. زائد هنا زي ما قلت عليك ان المبيعات بتزيد، وبالتالي تكلفه الجزء الثابت على الطن بتقل، وفي نفس الوقت في حاله استقرار تقريبا في سعر العمله وتوفرها. طب يا ترى الفترة اللي جاية ممكن نشوف انخفاض أكتر ولا حاليا هتلاقي ثبات، دلوقتي ولا ممكن يعاود بالصورة اللي الارتفاع تاني؟ موجودة إذا الأسعار العالمية دي خدت نفس الاتجاه بتاع الانخفاض أعتقد ممكن نشوف انخفاض تاني. يعني أصل الفترة اللي جاية يا باشمهندس حضرتك عارف الشتاء بيقل شوية في الشغل في المواقع، ده مش بمزاجنا، ده غصب عننا عشان الجو والأمطار ويوي. فلو لا قدر الله ده حصل الاقبال هيقل، ولا ده شيء مستبعد وان شاء الله لا التوقعات ان لا، فيه هو انخفاض؟ بالنسبة لمنطقتنا احنا في مصر والشرق الاوسط عموما الشغل يقل في الصيف مش في الشتاء، عشان الشغل في الشمس هو اللي متعب، اما الشغل في البرد او في المطر ما بتعبش كتير. طيب يعني عادة المباني بتزدهر اكتر في الشتاء. طب من وجهة نظر حضرتك ممكن الانخفاض ده يوصل لحد كام؟ ما نقدرش نحدد لها حد،
لسبب بسيط. انت احنا دلوقتي بنتكلم على من 38 ونص الى 35 ونص. فيعني ابو 38 ده ينزل لغايه 36، ما هو يعني اقصد الرينج الواسع ده معناها ان ده انخفاض معقول جدا. لو حصل انخفاض تاني هيبقى بحدود برضه في حدود المئات. مش انخفاض كبير يعني. لا ده هو بعد الانخفاض اللي فات ده حوالي 2000 وشويه، اعتقد الانخفاضات اللي ممكن تجد بعد كده هتبقى تجاوب مع الاسعار العالميه ودي هتبقى مئات. بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندس على المداخله دي، وخلينا نقول لكم الفقره اللي جايه علشان هي فقره مهمه، لان في ناس كتير قوي بتعاني منها، والاسر والبيوت المصريه كنا عايشين وما كانش في حد واخد باله من الموضوع ده خالص، وكنا متعايشين لانها كانت بتبقى حالات نادره. لكن دلوقتي للاسف موضوع النهارده الا وهو الطلاق الصامت. يعني ايه طلاق صامت؟ ويعني ايه ان احنا نبقى متجوزين بس متطلقين؟ وهل فعلا بيتم الطلاق ولا ده بيكون عباره عن ايه؟ حاجات كتير قوي 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 ازاي نعالجها وازاي وصلنا لها اصلا، لان لازم نعرف بيت الداء عشان نوصف له الدواء. فخلونا بعد الفاصل علشان نقول لكم على كل حاجه معانا، ايه هي اللي بين السطور وازاي نعالجها وازاي نقوم مع بعض بيتنا واسرتنا. استنوني في بين السطور بعد الفاصل.